السلام عليكم. سوق الأربعة الله يسهل عليك، الله يعاونك اخويا، الله يسهل عليك. هذه الجهة نتاع البقري، هذه الجهة اللي على اليسار، الدخلة ديال الباب تخرج مباشرة في الرحبان تاع البقري. قولوا يزيد واحد شوية. عزيز أقول عزيز يزيد شوية. يلا قول هذا كيرجع. بداية صحة الله يحفظك. وزير شو لا عز. غير أخوة اسمح لنا. مرحبا. مشاع مشاع عكلي مشاع عكلي تيجروا له ديك الرجل باش يهز رجليه باش يطلع. عين دوزو عافاك عين، الله يعاونكم اخويا. ها واخد معيزه. بشحال خديتي المعيزه؟ لا لا ما تبعتليش. ما تبعت؟ بغيت تحيد لك الكاسكيطه. كتعض والله لا كتعض. جابها ما تبعتش. تتحيد له الكاسكيطه الموكاي هو كتعض بالنسبه له. تبارك الله. هذا راه فايت المياه ولا فايت المياه. شحال اخويا خديتو هذا؟ شحال؟ 104 تبارك الله. هذاك هو الثمن. صاحبي الله يسهل عليك. 104 5200 بالدرهم. الله يعاون صاحبي. خاصك توري معاه. مرحبا. القرعه خضراء يا جدي القرعه خضراء. بر لا نسيت عين عين نوقف عين. اسمحوا لي. صاحبي نزير حداك. هنا خذ ناخذ واحد شويه القرعه معليش نخليها هنا. خليها حدايا دقيقه. خليها تحيد عليك انت. لا ما دايش. سمحوا لي واحد دقيقه. قرعه اللي جبتيني هاك هاك هاك. قرعه زوينه عنده بصمه يا هاك يا صاحبي. اسير امشي الحال هرب تنتحاسب معاه. اسير قال سير الله يعاونك. الباربا قلت له اعطيني باربا ونسيتها. مع التصوير كانت تدهى. وهذا السوق هذا كل شيء ب 100 درهم. هذا اللي عليا الله يعاون صاحبي. هنا مالي الاعلاف على اليسار اللي بغيت تبان اللي بغى الفوراج. الله يسهل الله يعاونك. شوف واش خلي لنا بلاصه منين ندخلوا تما. شكرا يلا حيد. اكيد داير شحال ديك الباربا؟ شحال الباربا؟ انا وحيد انا وحيد. هاك لوح تما لوح تما زوينه هذه.
من ويح بقى بتراب هلا. اه كاين والله يسهل عليك. عاين صورت لكم فيديو في السوق، السوق مالي الكفتة مالي لاداند مالي الحوت، خلاص الغنم والبقر خلاص هو أغلبية الفيديو كاينة في مالي الغنم والبقر والماعز. وصورنا شوية الخضرة وشوية المسائل اللي كاينه في السوق. سعود وسبعة ديال الدقائق هذه الحرارة 23 درجة. تيجيو لهنا وتيوقفوا. زيت صورة هي على اليسار شد عليها الزيتونة ومنها الزهوة كتدخل الزهوة. هادشي كله على اليسار، على اليمين رازون ميليتار. كاين هاد الأشغال هنا زيارات الطريق، ميمكنش جوج ما دايزينش يعني بسهولة، خاص شي عامل من هاد العمال هادو ينظم الطريق، ينظم الطريق يعني ملي يكونوا وحدين يهبطوا وحدين يوقفوا الآخرين، ما باش يدوز كلشي راه ما يدوش، تيدوزو شي كابلات بانو لي تيدوزو. كنقول لك كان بان لي تيقطعوا بلا مول، عاد بان لي دابا واحد القادوس ديال الحديد سفيريك يعني ضاير النص فيه يعني هو اللي تقطع عليه جوج. هذا مكناس، مكناس كان مغيم الصباح، كان الصباح واحد الغيامة واحد الضبابة. دابا الحرارة هبطات 22 يعني مازال الجو مبرد، اليوم غيكون الجو مزيان. هاد اليامات في الحقيقة كاملة غادي يكون الجو مزيان يعني حتى يدخل سبتمبر، واحد السيمانة يعني كاينة نتاع الجو مزيان. سبتمبر تقدر شي بعض النهارات يكونوا حارين يعني دوك تكون شويه طالعه فيهم الحراره، حتى يهربوا دوك الايامات اللي كيهربوا للصيف. كاش نهار 5 في شهر 9 كتسالى الصمايم، ولكن الحمد لله هاد الايام الاخرى ديال شهر غشت تقريبا 15 اليوم الاخرى كلها كانت مزيانه.
هاد السبيطار واش بدا ولا مازال اللي عنده شي معلومات يقولها لنا؟ هاد باب منصور وحتى يكونوا السيارات راه مستين تما في الباركينج، ولكن واش بدا الله اعلم. انا تنقول الا غيبدا يبدا مع شهر 9 كاع، على خاطر شهر 8 اكثر هي كتكون كونجيات وعطل. زران غادي نرجعوا على شارع عبد الرحمن بن زيدان وندوزوا على شارع المصطاصي. هادي شارع فريد الانصاري، راه صورته الصباح فاش كنت غادي للسوق. هذا خسر العراقي. اليمين هنا من مور الصور خلاص راه هي الارمود. هاد الاسوار اللي على اليسار راه ترممات، راه يعني كتبان من داكش. ديال رجال الانعاش عاتين قوى هذا الشيء. هذا هبطوا مع جنان بن حليمه، طلعوا على شاري السواني، ضودان مدرن بزاف يعني تيهلكوا السيارات. على كاين كاين انا عاوتاني شي وحدين اللي الا ما كانوش هادوك انا راه يدير 160 هنا يخرج في هذا الحيط كاع ما يفكر فاش يوصل لهاد الدوره ما يلقى ما يشد خلاص في ذاك الحيط. كاينين حماق كاين بنادم. تركب السيارة كيسحبو هو اللي صنعها، تيكسيري زعما السيارة كطير زعما راه هو اللي دارها هو اللي صنعها. هنا كاين سيارات بزاف على اليمين هادو هنايا تابعة لديك المركز ديال الفلاحة ديال التقنيين وكذا. هنا سادين على باب الحلواني وسادين على باب العودة.
راه يخدموا فيهم. هذا شارع باب مراح دابا اللي خرجنا له. هذه لا تيراس على باب العوداره سادين الطريق قاطعين الطريق تيخدموا فيه. هنا لا تيراس الفوق راه خدامين فيها دابا ان شاء الله غادي تكمل غادي يحلوها. مازالين خدامين يعني اشغال. وهنا شاري السواني تيعاودوا هاد الجنبات الماء قليل ما داكشي اللي بقى. هاد الطريق راه خدام راه قلعوا دوك الجناب كاملين قلعوه يعني داكشي تقلع يعني في شكل يعني هاد التراكس الاخرى والماء الشارج يعني تقريبا بحال نشف. المدرسة ديال المعلمات الشريج بحال نشف قول نشف كامل شوية لهيه جهة للعيشة. الجداد ديال بني محمد وقاف وقاف شوف فين وقف. هذا شارع عبد الله الشفشاوني كلهم ديور جداد وجداد بني محمد. هذا مسجد الحسن الثاني اللي قدامنا. دابا نخرجوا شارع عبد الكريم الخطابي السباته هي هذه على اليمين. العصفور باقي تيصلح في هاد الريستورون. هادي فيرونيكا على اليمين. وتا هو تيصلح يعني طول يعني وضيع هاد الفترة نتاع الصيف الفترة نتاع العطلة يعني اللي كتكون شوية القضية محركة. السويقه ديال توارقه لان راه مازال الحال يلاه تسعود وتولد. جابوا السلعه تبارك الله طو السلعه. نشوفوا قصر المنصور هذا حمام الزهور. هذه معروف الرصافي على اليمين محمد عبدو على اليسار. شارع رحال المسكيني هنا كيسالي هنا كيبدا شارع الشاوية حدا الجامع ديال الروى.
نيشان حتى للدار ديال عمة الملك. الزيتون نخرجوا في الزيتون، حنا ندورو هي للروا. هذا خسر المنصور خدامين، راه الكاميو تيشارجي التراب الاتربه. خدامين العمال دوك الاقواس، هذا راه واحد المعلمه من داك الشيء زوينه بزاف. ان شاء الله ملي تكمل وغادي تشوفوا، راه حتى هي فيها واحد الحديقه معلقه، هي فيها واحد الجرده لا طيراس الشجر ديالها بالمسائل. اي هما في الحاله فاش شتها ما كانش الشجر، ولكن راه يقدروا يغرسوا، يقدروا يديروا المهم حديقه. هي حديقه يعني غير مع مر السنين يعني تكالت. هاد الصور راه على اليمين بعدا وعلى اليسار راه مزيانين. ندوزو من هنا على المصلى على اليمين، مصلى باب البطيوي. المصلى ديال المرجان هذا باب الطيوي. إيريس ما خينا شوية الطريق، كاين شي بلايص اللي ما مقاداش مزيان، ولكن هاد الاحياء اللي على اليمين كلها كاين شي فيه كاين اللي مدقدق، يعني الشوارع مدقدقه. دخلت واحد المره ندمت، من هنا تتخرج حتى لديك التزيئه ديال الارزو، البوادر ديالها باينه هنا. هاك إيريس هي اللي كتبان في الفون ديال ليماج. كيريس اليسار كاينه فلورنس، وهاد الجريده هادي ديال روزاليندا، هادي اللي على اليمين ديامو، واللي على اليسار الاندلس، هذا شارع محمد السادس.
بارك الله عليكم. السلام عليكم.